ضمن كؤوس مقدمة منه حفظه الله، منها ما هو للخيال المبتدئين، وكذلك الكؤوس التي تقدم للأشواط الرئيسية. لا شك أن هذه المسابقة هي قمة في العطاء وقمة في التنافس الشريف. أنا بدوري أهنئ الأخوة الفائزين وأتمنى للآخرين إن شاء الله انتصارات قادمة بإذن الله. كان لك حديث جميل مع أبنائك الخيال السعوديين المتمرنين، نعرف هذا الحديث سمو الأمير؟ أنا أعجبوني الحقيقة في طريقتهم وفي أسلوبهم وفي ثقافتهم، فكنا نتحدث معهم بشكل جيد ولفت نظري هذه الثقافة الجيدة، وعرفت أنهم على مستوى جيد من التعليم. هذه بحد ذاتها تعتبر بصمة جيدة للنادي أنه يحتضن مثل هذه الكفاءات الجيدة ويعطيها مثل هذا الاهتمام ويبرزها للوجود، وهذا دورهم الكبير إن شاء الله يتحقق من ورائه كل ما نصبوا إليه جميعا. سمو الأمير، أنت قريب من رياضة الفروسية، كيف ترى رياضة الفروسية في المملكة العربية السعودية وكيف تقيمها أيضا؟ أصبحت على مستوى عالي عالمي. أنا كنت أشارك في السابق مع المبتدئين في بدايات النادي، والحمد لله الآن وصلت إلى المستوى الجيد وسلمناها إلى من يقوم بها الآن بشكل جيد إن شاء الله، وفيهم الخير والبركة. سمو الأمير، أنت شاركت قديما كمالك. كمالك نعم، وليس كفارس، ولكن أيضا المالك له يحس بإحساس الفارس دائما أو أكثر. ما دعاك الحنين لهذه الرياضة؟ والله مكفيني الأخوان عنها إن شاء الله، قايمين بالدور كامل. كلمتكم سمو الأمير في الختام. أتمنى للجميع التوفيق ولهذا النادي السؤدد إن شاء الله ولرجاله المخلصين إعلاما وإدارة وتنظيما التوفيق والسداد إن شاء الله. شكرا.